الكنافه اللي انا بقول لكم عليها اللي ممكن يعني نخلي الولاد هم اللي يعملوها. انا اقول لكم دي يا سباي ممكن انا اقول لكم دي كده هنا، اتفرجوا بقى انتوا عليها ونشوف هنعمل ايه. دي الكنافه عندي متحمره تمام، هعمل ايه؟ احط عليها الحليب المكثف زي ما قلنا، احنا قلنا مقادير الحليب المكثف عشان ما تشتروش من بره سعره غالي، فبالتالي عندي ربع كيلو كنافه هحط عليه نص كوبايه حليب مكثف، خلاص بقى عندي صنف حلو من غير يعني ما اعمل حاجه تكون مكلفه، لان الحليب المكثف بره غالي. فخدوا بالكم هو شويه لبن وشويه سكر وميه وربع كيلو كنافه وخلاص، على كده خلصتي صنف حلو يعني باقل التكاليف. تمام كده هقلبها مع بعض عشان الحليب المكثف ده هو اللي هيمسك لي الكنافه بتاعتي. نقلب كده كويس، لو في حتت عندي ما فكتش بس انا مش محتاجه ده. زي ما قلنا ربع كيلو كنافه متحمره هياخد حوالي نص كوبايه حليب مكثف. تعالوا بقى نجيب القوالب بتاعه اللي هي الكب كيك دي اهي، تحطها لكم كده هنا. حطيت القوالب بتاعتي وحطيت الورق وهبتدي احط الكنافه بتاعتي. تمام تعالوا كده نشيل اللي طلعت دي. نعمل ايه بقى؟ خلاص هي كده منكوشه، هي شكلها مش مظبوط. ببتدي اضغط عليها اضغط عليها كويس جدا كده. عايز تحطي فستق، انا هعمل معاكم الثانيه بالفستق من تحت اهي. تمام كده زي الفل. اخد واحد تاني وابتدي احط. يبقى حطيت ايه؟ كنافه متحمره عليها حليب مكثف، ممكن تحطي على فكره مشمش وقراصيا وتين متقطع صغنن جدا وبرده تكبسيها. كل دي افكار وانتوا بقى يعني مخبخوا كده في البيت براحتكم. تدخل بقى الثلاجه هتطلع معايا فورمه مظبوطه زي بالظبط الكوبايه. اهم حاجه ان انتوا بس تكبسوها كويس جدا جدا. حط ده كده اهو، يعني كل كب كده هياخد حوالي معلقتين ويبقى تمام التمام. هنعرض تطبيقات حبايبي بكره عشان ايه؟ معايا ما شاء الله صور كتير، ناس كتير طبقت كمان الكنافه وطاجن الباميه. ده مصر كلها امبارح كانت عامله باميه، اول ما نزلت البوست لقيت لك يعني ايه توتا ده احنا عاملين باميه احنا كمان النهارده. فواضح ان ده كان ايه الاكله الرسميه لتالت يوم رمضان. لما تسقع طبعا كل الحاجات دي تمسك مع بعض. طيب تمام حاضر. طيب تعالوا زي ما احنا متعودين كده كل اخر